وفي غرب بغداد نظم سكان مخيم ليبرتي للاجئين الإيرانيين وقفة احتجاجية مطالبين بحماية دولية وإدانة ما سموه حصارا مفروضا عليهم من طرف السلطات الأمنية العراقية. وقال سكان المخيم الذي يقطنه عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة إنهم عرضة للهجمات الصاروخية التي استهدفتهم عدة مرات والتي راح ضحيتها عدد منهم. ورفع المحتجون لافتات ناشدوا فيها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إغاثتهم ورفع الحصار عنهم وحمايتهم من الهجمات الصاروخية.